بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. أنا سعيد أن أنا أزور هذه الكنيسة المباركة، وطبعا بتذكر الزيارة الأولى لما افتتحها السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سنة 2020، وكنت موجود مع الأباء طبعا، وهو بيفتتح هنا الكنيسة. طبعا كنا في عز كورونا، لكن من الحاجات الجميلة ودايما أنا أحكي عليها إنه الكنيسة اتبنت والمسجد اتبنى وما بينهم ثلاث مدارس، والأحواش الحوش الفناء بتاع ثلاث كنائس ثلاث مدارس كلهم. فبقول للسيد الرئيس ان دي فكره جميله قوي، قال لي اه دي معموله بدراسه بحيث ان الولاد يطلعوا يلعبوا في الحوش في الفسحه وما بين الحصص، ويشوفوا من هنا مئذنه جامع ومن هنا مناره كنيسه. ويمكن وانتوا جايين كده شفتوا الطريق، لكم الطريق في مسجد وفي مدرسة واحد مدرسة اثنين مدرسة ثلاثة في الكنيسة، هو ده طول الشارع. فموقع الكنيسة موقع تربوي جميل. الكنيسة مع المسجد بتشكل وحدة مصر، وحدة مصر. وبالتالي لما الصغار في المدرسة وهم بيلعبوا وهم بيتعاونوا ويا بعض وهم بيتعلموا وهم طالعين في الطابور ونازلين من الطابور ومن الحصص في بداية اليوم الدراسي ونهاية اليوم الدراسي، يشوفوا المنظر ده يطلعوا صح، يطلع يحترم الكنيسة ويحترم المسجد. واخدين بالكم؟ فالحقيقة أنا كنت يوميها مسرور جدا وفرحان أن يعني مش كنيسة اتبنت وخلاص، مش مسجد اتبنى وخلاص، لا، في فكر، في قصد، في هدف، في تربية، في زرع للوطنية ومحبة مصر وهوية مصر زي ما احنا بنشوفها كده. عشان كده انا الكنيسة دي بعتز بيها كتير جدا، وطبعا هي نالت شرف الافتتاح في السيد رئيس الجمهورية، وطبعا كان ويا عدد كبير من المسؤولين، وفي نفس الوقت افتتح المسجد وافتتح المنطقة كلها منطقة بشائر الخير، حتى اسمها اسم جميل بشائر الخير، دايما في خير ودايما في محبة كبيرة خالص. أنا زرت الكنيسة زي ما أشار نيافت أنبا إلاريون، زرتها مرة كمان في التتشين في نفس السنة، وبعدها سنة 21 زرتها وصلينا حد الزعف هنا في الكنيسة، والنهاردة بناخد بركتكم في اجتماع من اجتماعات يوم الأربع. وزي ما قلت الأسبوع اللي فات بحاول يعني ان احنا نخصص فترة الصيف للخدمة في كنائس الأسكندرية، يبقى الصيف كده شهر ولا شهرين في اسكندرية، وبقية السنة بنبقى في القاهرة أو في أي مكان آخر. بحب كمان أن أنا أرحب بالطلبة والطالبات من مدرسة القبطية المصرية المتميزة والناجحة، مدرسة فلوباتير في ميسيساغا في كندا. برحب بأبونا بشوي، أقف أبونا عشان يعرفوك، أبونا بشوي وصفي، وبرحب بالبرنسيبال فيبي. والشباب اللي وياكم بتزوروا مصر زيارة كبيرة كده، والحقيقة هي مدرسة من المدارس الناجحة جدا. فسوني زوجة أبونا وهي مديرة المدرسة، وهي بنت أبونا أنجيلوس في كندا، وطلبت المدرسة ودايما تاخد تميز كبير، واختاروا تسوني فيبي انها تكون
واحدة من 100 امرأة في كندا 100 امرأة ملهمة متميزة. وطبعا حاجة تفرحنا خالص طبعا كونها خادمة، وأبونا طبعا خادم هناك وبيخدموا الأجيال الجديدة ومن خلال المدرسة والتميز اللي موجود فيها. وبرحب بيكم في زيارتكم لمصر، وأتمنى تكونوا يعني انجويت في مصر كده فرحانين وزرتوا حاجات كتيرة وانبسطتوا، ويمكن بعضكم أول مرة يجي مصر في زيارة مصر هنا. أهلا وسهلا بيكم. برحب بالسيد المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الأسكندرية، وأهلا وسهلا بيكي، تشرفينا في الكنيسة هنا وربنا يبارك عملك يعني وشغلك كتير. شكرا باشمهندس. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. هقرأ جزء من رسالة معلمنا يعقوب الرسول في الإصحاح الثالث، وأرجو تاخدوا بالكم من الكلمات. في الإصحاح الثالث في عدد 13 بيقول: من هو حكيم وعالم بينكم؟ فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. لأن حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مزعنة، مملوءة رحمة وأثمارا صالحة، عديمة الريب والرياء، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في الأسبوع الماضي ابتديت سلسلة من التأملات معاكم في قطع صلوات بنصليها وطلبات بنصليها في وسط القداس. هي صلوات قصيرة ولكنها صلوات مركزة، وبتبتدي هذه الصلوات بهذه العبارة: نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة. وتأملت وياكم فيها المرة اللي فات. الطلبة الثانية اللي هي محور تأملنا النهاردة، وأرجو أن احنا نفهمها ونعيشها ونستوعبها، بتقول كده: وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. حافظينها طبعا، وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. ولو جيت أسألك سؤال وأقول لك: إيه أكتر خطية بتزعل قلب ربنا؟ إيه أكتر خطية؟ كل واحد يجاوب في نفسه. إيه أكتر خطية تزعل قلب الله وتخليه ياخد على خطره من الإنسان؟ كل واحد هيبقى له إجابة، لكن أنا عايز أقول لك على الإجابة الأصيلة. الخطية التي تحزن قلب الله هي خطية الانقسام. الانقسام اللي بيقال عليه هنا في الإنجيل: الغيرة والتحزب والتشويش وكل أمر رديء. أرجوك تاخد بالك، خطية الانقسام. لا يغضب قلب الله إلا خطية انقسام الإنسان. والانقسام ده له أشكال كتيرة نتكلم عليها دلوقتي. ربما تفتكر وياي رفقة زوجة إسحاق أحبت يعقوب أكثر من عيسو،
فصارت عداوة ما بين الأخوين، صار في زي انقسامية. وربما تفتكر يعقوب اللي أحب يوسف ابنه الصغير وفضله شوية، فصارت غيرة بين إخواته وبين يوسف حتى إنهم باعوه للإسماعيليين. ويمكن تفتكر ويايا تلميذين يعقوب ويوحنا وأمهم لما راحوا يطلبوا، وهم راحوا يطلبوا طلب من المسيح، خلينا واحد على يمينك واحد على شمالك وملناش دعوة بقية التلاميذ، تعمل انقسام. حتى أن بولس الرسول لما بشر في مدينة كورنثوس، مدينة كورنثوس مدينة زي مدينة الأسكندرية اللي احنا فيها على ساحل البحر الأبيض، وحصل فيها انقسام برغم ان اللي بشرهم بولس الرسول، اسمع وياي قال ايه في الرسالة الأولى: ولكني أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعا قولا واحدا ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد، لأني أخبرت عنكم يا إخوتي من أهل خلوي، عيلة اسم عيلة يعني، أن بينكم خصومات، اسمع انشقاقات وخصومات، فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح. يعني تقسموا أربع أقسام، شعب واحد، شوية ناس قالوا إحنا بتوع بولس، وشوية ناس قالوا إحنا بتوع أبولس ده خادم تاني، وشوية ناس قالوا لا ده إحنا بتوع الصفا، الصفا اللي هو بطرس الرسول، وشوية ناس قالوا لا إحنا بتوع المسيح. وانقسم شعب المدينة، فبيوبخهم بلطف ويقولهم هل انقسم المسيح؟ إذا كان المسيح واحد يجب أن تكون واحد. عشان كده لما تفهم الطلبة دهية وتصليها في البيت وفي الكنيسة، وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. وعشان تفهموها أكتر هغير فيها حرف واحد، بدل وحدانية القلب التي للمحبة، وحدانية القلب التي بالمحبة فلتتأصل فينا. تقولي هو في وحدانية من نوع تاني؟ أقول لك آه، في وحدانية مظهرية، وفي وحدانية شكلية، وفي وحدانية منافع، وفي وحدانية مصالح، وفي وحدانية مؤقتة. لا، الوحدانية عشان نكون واحد هي حاجة واحدة بس، وحدانية القلب التي بالمحبة فلتتأصل فينا، تكون أصيلة. خد بالك من طلبة الأسبوع اللي فات، ثبت أساس الكنيسة، ده الأساس زي أساس أي منشأ، لكن ما فوق الأساس يحتاج الوحدانية، يحتاج أنه يبقى متربط. المهندسين لما بيجوا ينشئوا منشأ يبتدي يعمل الخرسانات ويعمل العمدان ويعمل المنشأ كله، بعد كده بقى يحط الطوب ويقسم التقسيمات اللي عايزها، لكن المنشأ كله يكون ملموم، يكون واحد. وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا، وحدانية القلب التي بالمحبة فهو السبيل الوحيد للوحدانية. عايز أفكرك أن الخطية لما دخلت إلى العالم بحسد إبليس سببت انفصال الإنسان عن الله، وسببت انفصال الإنسان عن أخوه الإنسان، وسببت انفصال الشعوب عن بعضها. عشان كده مثلا بنسمع أن الشعب الفلاني يحارب الشعب الفلاني، شعب، وتدخل الخطية في الوسط.
والخطية بكل أشكالها بما فيها شكل انقسام هي اللي بتعمل الانفصال أو الانعزال بين الله وبين الإنسان. عشان كده من التعبير الجميلة في مجتمعنا المصري لما واحد كده يعني ما ياخدش باله من نفسه ويتصرف تصرفات مش كويسة يروح الكبار قايل له إيه؟ يا فلان اتقي ربنا. كلمة اتقي التقوى اللي هي المخافة، مخافة الله اللي بنقول عليها في الكتاب رأس الحكمة مخافة الله، إن الإنسان يشعر إن الله حاضر في الموقف بتاعه، في الكلمة بتاعته، في القرار بتاعه. علشان كده في بداية المسيحية حصل انقسام غريب شوية. إيه الانقسام؟ بعض الناس قالت عشان الإنسان يبقى مسيحي يتهود أولا، يعني يصير يهوديا أولا. العالم كان زمان عبارة عن أمم ويهود، وجت المسيحية، الأمم اللي هم الوثنيين واليهود الديانة اليهودية. فقال لك لو في واحد عايز يبقى مسيحي لازم الأول يبقى يهودي، يعني كان وثني يبقى يهودي وبعد كده يبقى مسيحي. ده ناس قالوا كده. ناس تانية قالوا لا، هو من الأمم عايز يبقى مسيحي أهلا وسهلا مرة واحدة. حصل خلاف. شيء طبيعي الإنسان، أنت عندك رأي وأنا عندي رأي، شيء طبيعي، مش كلنا زي بعض. ده إحنا البصمة اللي بنعملها اللي هي سنتي في 2 سنتي دي مختلفة ما بيننا كلنا، ما بالك الرأي. شيء طبيعي يبقى عندنا آراء كتير. قالوا طب نحل الموضوع ده إزاي؟ قالوا نقعد ويا بعض. وقف بولس الرسول يتكلم، وقف بطرس الرسول يتكلم، وقف يعقوب الرسول يتكلم، كل واحد بيقول وجهة نظره. واتفقوا في الآخر وقالوا كده: قد رأى الروح القدس ونحن ألا يثقل على الراجعين، اللي عايز يبقى مسيحي، بل يحفظ نفسه من الدم والمخنوق ومن الزنا، يحفظ نفسه من الضعفات دهية. وفكرة اليهود إنه يتهود الأول صارت فكرة غير مقبولة وتحلت. ما هي الحكاية إيه؟ سموه كده مجمع أورشليم الأول أو مجمع الرسل الأول، وتحلت المشكلة ببساطة شديدة. ما بقاش فيه انقسام، ونرجع نقول وحدانية القلب التي بالمحبة فلتتأصل فيها. عايزك تاخد بالك إن واحد من القديسين عمل تشبيه جميل قوي على الناس وآرائهم الكتيرة، ده القديس باسيليوس الكبير. قال، هو بيشبه يعني، المسيحيون مثل الجزر، الجزيرة اللي هي في المية. المسيحيون مثل الجزر، ولكن روح المحبة هو المحيط الذي يجمعهم، ولا شيء يفرقنا سوى العزلة التي نفرضها على أنفسنا. يعني في محيط كبير سماه روح المحبة، وفي جزر مسيحيين موجودين في كل حتة، دول سماهم تشبيه بالجزر ده تشبيه للمسيحيين، لكن بيجمعهم محيط واحد، بيجمعهم روح محبة واحد. بقول لك كده علشان نعرف إن دايما عدو الخير عايز يقسم البيت الواحد، ويقسم الأسرة الواحدة، ويقسم المجتمع الواحد، ويقسم الكنيسة الواحدة، ويقسم روح العمل، مجتمع العمل. وعايز، لأن عدو الخير لا يعيش أبدا في الوحدانية،
عشان كده مثلا من الصفات الجميلة يقول لنا لو في اتنين زوج وزوجة واختلفوا نقول لهم اوعوا تباتوا متخصمين، اوعوا تحطوا راسكم على المخدة وانتم متخصمين، لانك لو عملتوا كده بتدوا فرصة لعدو الخير ان يدخل بينكم ويأتي الشيطان ويسكن في ذلك البيت. لازم نحافظ على الوحدانية. ازاي نحافظ على الوحدانية؟ زي ما قلت لك هذا الانقسام ممكن يجي لشخص يبقى منقسم على ذاته، ممكن يجي البيت لأسرة لمجتمع لكنيسة. احذر، ولكن اعلم عندما يدخل الانقسام يبقى روح الشر دخلت في المكان. اعرف على طول بيت بينقسم يبقى روح الشر دخلت فيه على طول. مجتمع كنيسة كيف ما يكون. السؤال بقى المهم دلوقتي هو ازاي الواحد فينا يعيش هذه الوحدانية؟ نعمل ايه؟ انا قريت وياكم الجزء بتاع رسالة يعقوب اللي بيتكلم عن الحكمة. لا سبيل للوحدانية والحياة الواحدة إلا من خلال الحكمة. عشان كده لو جيت تسألني سؤال تقول لي إيه أكتر حاجة ناقصة من الناس النهاردة؟ أكتر حاجة أقول لك الحكمة. ناس كتيرة غايبة عنهم الحكمة في تصرفه، في كلامه، في طريقته، في أسلوبه، مفيش الحكمة. وكعلاج سريع عايز أقوله لك من فضلك اقرأ سفر الأمثال كتير. سفر الأمثال اللي كتبه سليمان الحكيم بنسميه سفر حكمة. واقرأ السفر ده، ومن التدريب الجميلة وقلتها لكم مرة قبل كده إنك هو 31 إصحاح اقرأ بحسب تاريخ اليوم. يعني النهاردة 19 جولاي يوليا، اقرأ إصحاح 19. بكرة وعليك خير اقرأ إصحاح 20. افرض النهاردة اتشغلت وما قدرتش تقرأ، خلاص ولما يخلص الشهر ابتدي السفر من الأول. إصحاح 1 يوم 1، إصحاح 2 يوم 2. افرض في يوم فاتك لأي سبب، خلاص كمل الأيام اللي بعديها بالطبيعة. فاتك يوم 3، خلاص في يوم 4 اقرأ إصحاح 4. واقرأ السفر ده باستمرار، ولو كنت في بيت واحد اقروه يا بعض. هذا السفر يجعل منك حكيما ويساعدك انك تعيش روح الوحدانية. تعال بقى اجاوب وياك على ازاي نعيش في الوحدانية بطريقة صح، ازاي نلمسها في حياتنا بطريقة صح. أول حاجة عايزك تعرفها في طريقة الحياة بالوحدانية إنك اثبت في محبتك. خلي عندك محبة حقيقية، محبة صح، محبة من قلبك، محبة مستمرة. وعايز أقرأ لك ما قاله السيد المسيح في الموقف ده. اسمع وياي. حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه، حتى أن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر، فبهت كل الجموع وقالوا ألعل هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبول رئيس الشياطين. ده بيقولوا على المسيح كده، إنه جابوا له واحد أعمى وأخرس. الأعمى والأخرس ده كانوا زمان يعتبروا إن هذه الضعفات بسبب روح الشيطان، روح الشر. فلما شفاه المسيح قالوا بس، ده المسيح هنا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبور رئيس الشياطين.
فعلم يسوع أفكارهم وقال له، اسمع بقى العبارة اللي جاي، كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. إن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ عايزك تحفظ العبارة دي، كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب. عشان كده تبصوا حوالينا في الدول اللي فيها حروب، ربنا يحمي مصر، والدول اللي فيها منازعات وفيها وفيها مجتمعات منقسمة للأسف. ولذلك القيمة الأولى في حياتنا كمصريين، القيمة الأولى في حياتنا كمصريين هي قيمة الوحدة. أحنا نسميها الوحدة الوطنية، اسم كويس، لكن في اسم أحسن منه، في اسم اسمه المحبة الوطنية. الوحدة الوطنية كويس، لكن الأفضل المحبة الوطنية، أننا جميعا نحب وطن واحد هو أرضنا مصر. كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل بيت، كل مدينة، كل بيت منقسم على ذاته لا يثبت. عشان كده من فضلك كون باستمرار ثابت في محبتك، لأن المحبة دي هي اللي تحفظ الوحدانية. اسمع كده وصية من كلمتين في الكتاب المقدس، يقول لك نشتم فنبارك. يعني واحد يشتمني، ما هي دي بقى فرصة ان احنا نتقسم، لا اقول له ربنا يباركك. عشان ما اديش فرصة ان احنا نتقسم، ودي ما اقدرش اقولها غير بالمحبة. ثابت في محبتك. عايز أقول لكم قصة كده لطيفة، يعني قصة من الحياة. هو رجل أعمال عايش وعنده خير كتير، وبعدين ابتدى الحال يتدهور بيه لغاية ما فقد كل شيء. فرح لمراته وقال لها لقد تحطمنا، لقد فاضع منا كل شيء. لكن زوجته هي اللي كانت واقفة جنبه أيام ما كان فيه خير عندهم كتير. فلما قال لها كل حاجة ضاعت وكل شيء ضاع منها، لقد تحطمنا وخسرنا كل شيء، فوقفت زوجته وقالت له عبارة لطيفة قوي، قالت له بس أنا لسه موجودة، زي ما وقفت وياك قبل كده هقف وياك تاني وهنقوم. شجعته، وممكن نبتدي ونعيد العمل ونرجع نعيش كويس. ثم جات له بنته الصغيرة اللي عمرها 9 سنين وقالت له أنا كمان، يعني تقول لنا القصة، ركعت قدامه واحتضنته باباها وقالت له أنا كمان واقفة وياك يا بابا، مش هسيبك. وابتدى ابنه الصغير يعمل نفس الحكاية. وبعدين والدته الأم الكبيرة وهي ايديها بترتعش كده جت حطتها على كتفه وقالت له يا ابني أنا كمان وياك. لما الزوجة والابنة والابن والأم قالوا له العبارات ده، هي تشجع وتقوى وابتدى يعيد الكرة وابتدى ينجح وابتدى يحقق، ورى الله يعطيه الخير الكتير. المحبة الثابتة تصنع العجب. تخيلوا كده وياي، لو كانت زوجته راحت قايله له كده أديك ضيعتنا، وكده بنته راحت قايله له كلمة صعبة، وابنه سابه، وأمه بعدت عنه، يضيع الراجل. عشان كده أول طريق الوحدانية إن حضرتك تثبت في المحبة، خلي محبتك ثابتة. وده اللي علمهن المسيح، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا.
فمحبتنا ثابتة عنده. العلامة الثانية للوحدانية اثبت في عمل الرحمة. مش كل الناس ملائكة، مش كل الناس قديسين، مش كل الناس ظروفهم واحدة، مش كل الناس كل يوم عندهم زي اليوم اللي فات. عشان كده اثبت في عمل الرحمة، اصنع رحمة باستمرار، دايما خد قلب الرحمة. الناس ناس كتير النهاردة بتاخد قلب قاسي ناشف، إن كان بالحكم، إن كان بالكلام، إن كان بالتوبيخ، إن كان بالقساوة. واحد تاني تلاقي قلبه رحيم، اللي بينه عليه فلان ده طيب، فلان ده طيب، يرسي للضعف. كلكم فاكرين قصة رعوس؟ رعوس فقدت جوزها وبقت في أرض غريبة ما عندهاش عيال، صارت مرتبطة أكثر بحماتها نعمة، وفضلت ويا نعمة ما تسيبهاش، وتقول لها المكان اللي تروحي فيه أروح فيه، والمكان اللي تموتي فيه أموت فيه، والقبر اللي تدفن فيه أدفن فيه، رغم أنها في أرض غريبة. وصارت تصنع رحمة مع حماتها، ما دي محبة ودي رحمة. يا ترى أنت واخد بالك من كده، ولا الأيام بتخلي قلبك ناشف، بتخلي قلبك ناشف وبتخليك مش واخد بالك من عمل الرحمة؟ كل البشر يحتاجوا الرحمة بدون استثناء. عشان كده أكتر كلمة بنصليها بصلواتنا في الكنيسة يا رب ارحم، كيريا ليسون يا رب ارحم، بنطلب الرحمة من الله. العلامة الثالثة في الوحدانية، العلامة الأولى أنك تبقى ثابت في محبتك، والعلامة الثانية أنك تبقى صانع للرحمة، العلامة الثالثة أنك لا تنسى أبداً الصلاة من أجل الآخرين، حتى اللي بيضايقوك، حتى المتعبين، حتى اللي عايزين يعملوا انقسام في حياتك بأي شكل من الأشكال. صلي من أجل الآخرين. أي واحد أقف في بيتك وفي كنيستك وانت بتصلي، قول يا رب أذكر فلان، أذكره في العمل بتاعه، أذكره في الشغل بتاعه، أذكره في الموقف بتاعه، أذكر يا رب الحكاية اللي بيعملها. لما تذكر الآخرين الله يعطيك نعمة ورحمة. واعرف أن الصلاة ممكن تعمل معجزات كثيرة خالص، ممكن تصنع أمامك معجزات عديدة، لكن الوحدانية تتطلب دائما أن أنا أصلي من أجل الآخرين. لما بتقف وتصلي من أجل بيتك وسمعت أن بيت أخوك فيه مشكلة، بتقف تصلي بالاسم وتقول اذكر يا رب فلان واذكر فلانة وطيب خاطرهم واحفظهم في سلامك وابعد عنهم روح الشر. ما تنساش من أجل صلواتك الله يتمجد مع هؤلاء، حطها في قدامك باستمرار. ده أسلوب وطريقة من أجل الروحانية. الحاجة الرابعة، العلامة الرابعة اللي ممكن تحطها قدامك وانت بتبحث عن هذه الوحدانية، ان الوحدانية لا تكون بالكبرياء، الوحدانية تحتاج التواضع، تواضع الإنسان. الوحدانية من أجل أن تكون واحدا ومن أجل أن يكون البيت واحدا. أحيانا لما الاثنين يختلفوا في بيت واحد يقول لك هو اللي لازم يجي يعتذر لي، والتاني بقى يركبوا العناد يقول مش رايح أعتذر، وبعد ما كان الخلاف ابن يوم يبقى أسبوع ويبقى شهر ويبقى سنة ويبقى سنين. عناد وكبرياء ضيعوا البيت. طب ايه اللي يحفظ؟ اللي يحفظ وحدانية البيت الواحد والمجتمع الواحد تواضع الإنسان.
شوفوا أمنا العذراء بتقول إيه، أنزل الأعزاء على الكراسي، الأعزاء اللي هم الكبرياء، ورفع المتضعين. في العهد القديم قصة هامان ومردخاي، قصة هامان ومردخاي. هامان كان أكبر مثال على كبريائه، وكبريائه ده هو اللي ضيعه، ومردخاي في اتضاعه مع أستير حفظ وحدانية الأمة الشعب كله. اوعى تفتكر ان التواضع يعني قلة حيلة، اوعى تفتكر ان التواضع انه يعني واحد مش عارف يعمل حاجة، او اوعى تفتكر ان التواضع لا يليق بأبناء القرن 21. لا، من فضله آخر درس قدمه المسيح لتلاميذه انحنى وغسل أرجل تلاميذه وعلمهم التواضع، وده بقى الدرس القمة. يا ترى الدرس ده انت عارفه كويس؟ بالتواضع، بانك تسامح، بانك تغفر، بانك تنسى، بانك ما تطلعش من بقك كلمة عيب وحشة. ممكن البيت وممكن المجتمع يبقى صح، ممكن أنقد وضع معين، بس النقد ما يبقاش فيه تجريح، ما يبقاش فيه تشويه، والكلمة بتطلع من القلب زي ما الكتاب بيقول من فضلة القلب يتكلم الفم أو يتكلم اللسان. استمر في تواضعك. الحاجة الأخيرة، ما تنساش أنه قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح، أكتر حاجة تكسر الوحدانية هي ذات الإنسان، هي ذات الإنسان، الإيجو بتاع الإنسان، أنه شايف نفسه حبتين، أنه هو حاسس أنه هو الكبير وهو اللي بيفهم وهو أبو العريف. من فضلك، ذاتك هي عدوك، ذاتك هي عدوك. وإن ما كنتش تاخد بالك في نفسك كويس، واعرف كده اللي دايما يتقدم بالخطوة الأولى في أنه يسامح وأنه يغفر هو الشخص القوي، هو الشخص القوي. طول ما الإنسان عايش حوالين ذاته ما يعرفش يعيش في وسط المجموعة، ما يعرفش يعيش في هذه الوحدانية. الخلاصة، يجب أن تكون حكيما من أجل أن تكون في هذه الوحدانية. خد بالك، أكتر خطية بتزعل قلب ربنا هي خطية الانقسامية. أنقل كلمة من واحد لواحد أعمل مشكلة، أتكلم أو أنقل سيرة واحد للتاني أعمل مشكلة وأعمل انقسام. عشان كده واحد زي داود النبي وقف وقال: ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتاي. أحسن تطلع مني كلمة تقسم المجتمع. ما واحد ممكن يكلمك على شخص تاني ويشوه صورته عندك. من فضلك انتبه، واعرف وبكررها كتير، علشان ان الانقسام خطية شديدة وبتغضب قلب الله وبتضيع البشر، ضيع البيت الواحد وضيع الأسرة، ضيع المجتمع الواحد، ضيع الكنيسة. تصور كنيسة كده فيها انقسام، فيها اتنين أبونا، احنا ويداه والتانيين ويدوه، تبقى كنيسة ايدي بعد، تبقى خدمة ايدي. والمجتمع حتى في المجتمعات الحديثة يقول لك مش المجتمع فيه حزب كذا وفيه حزب المعارضة، ما عادتش كلمة المعارضة دي تتقال، يقولوا الرأي والرأي الآخر، ما يقولوش معارضة، ده رأي وده رأي.
يتناقشوا يا بعض ويشوفوا المناسب والصالح للمكان هو اللي يتعمل. وحدانية القلب التي بالمحبة فلتتأصل فينا. من فضلك خليها طلبة لك بتصليها باستمرار في البيت وبتحطها قدامك وبتخليها صلواتك، سواء في الكنيسة بتقولها أو بتقولها في صلواتك الخاصة. وزي ما قلت لكم هي مجموعة من الطلبات قصيرة ولكنها قوية. الأسبوع اللي فات ثبت أساس الكنيسة، والأسبوع ده وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. وحطها قدامك شعار وتأمل فيها باستمرار عشان تقدر تاخد بركتها وتقدر تحذر وتبقى محترس من أي انقسام يحصل في حياتك. يعطينا المسيح أن نعيش هذه الوحدانية ونعيشها بالمحبة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.